برشا حاجات مكملين معكم برشا ايجابيه سورتو العشرة ال 11 و10 دقائق على راديو ميد مواصلين معكم وقيت بسوم المرشي. بسوم المرشي بسوم المرشي مع رمزي صباح النور. رمزي العياري مرحبا. بخير عفيفه، تحيه ليك عفيفه وكل ساده المستمعين الكرام. اليوم الجمعه عفيفه 23 سبتمبر. اليوم اخترنا باش نمشيو لوسط العاصمه. ايوا بعد ما مشينا البارح للحي بن خلدون لوسط العاصمه بالسعدون، معناها السوق هذا اسكو الاسعار شنو ظروفها غادي، فما قبل ولا لا، معناها فما تشكيات، وباش نشوفوا معناها باش نعطيكم ربما حوصه على القفه المواطن في علاقه بالاسعار بالخضار والغلال في السوق هذا اللي هو سوق باب سعدون. في الحقيقه الامانه معناها هنا باش نديركم بحاجه اللي هي القارص السوم القارص يا عفيفه معناها وصل 5000 و6000 الكيلو، وشكون ياخو من المواطنين يقول لك وزني كعبه ولا زوز كعبتين بقداش ب 800 دينار، يدخل بدينار معناها وكيلو بطاطا معناها ب 700 ب 1700 معناها زياده قد بريس كيلو بطاطا كعبتين فوالا كعبتين قارص مش لازم مش لازم كيلو بطاطا لا يعطيك الصحه بون هذيك تدخل في الشوان نتاع ولا كعيبه جوستومون الى اين ربما وصلت بعض الارتفاع بعض القارص 6 دينارات. شنو اخر اكثر حاجه هكا ريتها توا معناها مش معقول؟ انا القارص كنت اتذكر يا عفيفه القارص عنده مده من قلنا نحن برد العيد قبل العيد ما معقول ارتفاع الاسعار، قلنا بعد العيد ربما، لكن يقول لي الاشكال في قله الانتاج ومعناها الانتاج مش متوفر برشا حتى يوصل بالدرجه هذه. هو في العاده في الاعوام العاديه السوم القارص هما لا يتجاوز دينار و60 اي، وحتى كي غلا دينار و800 دينار و500 كالجو هذاك صح؟ فوالا تضاعف 6 مرات. انا هذايا فما مشكل ربما نتاع انتاج، فما الفلاحين نتاعنا نعرفوا النوعيه ذي نتاع القوارص تتطلب برشا ماء، دونك نحن عندنا مشكله الى غير ذلك. دونك اذا نمشيو للبطاطا دينار 350 وفما شكون دينار 400، وللامانه فما بعض الاسواق توصل 2000، ولكن انا كي سالت على الكيلو بطاطا ب 2000 كيفاش هو الدوله مسعرتها في حدود دينار 350 دينار 700 لو ماكس، الاجابه هو كان بانه اللي يبيعوا ب 2000 الكيلو بطاطا هو معناها البطاطا هذيك ماهيش قادمه من المارشي لوغرو من المارشي لوغرو ببيع القصعه، ولكن جايه من الفلاحه في احواز تونس اللي هما تبربر الى غير ذلك. دونك تجيبهم وعاده ما تكونش عليهم لونسينير، ما تكونش عليهم نافيش نتاع التوم. دونك اذا تلقى بائع ونلقاو بائع كسوة خضر ولا غير ما يحطش راهو البضاعة هذيك السلعة هذيك الخضرة هذيك راهي جاية مع الفلاحة ما هي جاية مارشي لوغرو، دونك ما فماش فاتورة ما فماش ديريسيو اكسيتي. بالنسبة لنا نحن الفلفل المسكي والفلفل الحلو في حدود 2400 حتى 2800، بالنسبة للطماطم تغلى شوية في الحقيقة، هي كانت في حقوق نذكر دينار و200 وحد دينار و400 وصلت دينار و600، الفقوس تقريبا في حدود دينار و300 دينار و350 بالنسبة للفقوس. اللي شدني هو كونه العنب نورمالمون العنب ما رخصش، العنب حتى في توا وقته تقريبا نفس السوم وصل حتى اي توا وقته، لكن سوم غالي معناتها 3200 وفما شكون يبيع 3400 كيلو، معناها انت عائله قداش باش تاخذ؟ تاخذ 4 كيلو 4 في الاربع 16 دينار يظهر لي 16 دينار تكمل عليهم قداش وتاخذ كيلو لحم. على كل حال التفاح يمكن زاده فما حاجه ما ننساوهاش يا عفيفه الامانه، علاش ربما بعض الاسعار او بعض ارتفاع بعض المنتوجات ارتفاع اسعار بعض المنتوجات ربما اراد زاده الى ارتفاع الطلب. نعرفوا اللي الصيفيه هذه جويليه اوت تقريبا الحمد لله نحن نقولوا الفنادق التونسيه كلها تقريبا مليئه بالضبط الاخوه الجزائريين، دونك الطلب زاد، دونك لوتيل اللي كان ياخذ في معناتها جينا بورت كوا ياخذ في كميته ولا تضاعفت واكثر جوستومون طلب كبير في الصيف جوستومون فوالا باش
يشح الكميه من الاسواق دوك المستهلك يجيب باش يشريها باش يلقاها بثوم غالي معناها. بون بالنسبه للبتبيعه معناها اللحوم والله العظيم اللحوم هو في الامانه زاد فما اشكال معناها اللي نعرفه اللي السوم توا معناها في حدود 31 دينار بالنسبه للحم العلوش، وبالنسبه لشريك اللحوم بتبيع فيها اقل تقريبا اقل بدينارين ثلاثه دينارات نفس الشيء تقريبا من بالنسبه للنقاط من بيع من المنتج المستهلك، ولكن تعتبر غالي معناها عائله الحم ما تنجمش تستغنى عليه خاطر فيه فيتامينات اللي مش موجوده في الخضر والغلال، وحتى كي تحب تعوضه بالدجاج الدجاج تقريبا في حدود معناها 7500 معناها انت كعائله شنو باش تعمل في الحاله هذه؟ باش تمشي للسكالوب، سكالوب غالي، سكالوب وصل غالي برشا كما قلنا 1500 بمعنى شنو الاشكال؟ الاشكال هو نحن ان شاء الله تكون امور ظرفيه ونتجاوزوها، ولكن ما نحبوش تطول على خاطر المواطن معناها المستهلك ما نحبوش يسوى اصلا ما يلقاش حل، ولكن للامانه زاد خلينا نقولوا بصراحه يعني هالسيتياسيون هذه راهو نتاع التضخم الاسعار، تضخم الاسعار على مش في تونس برك على مستوى العالم راهو زاد مربوط بعد التعارض قلناها البارح. دونك يعطيك الصحه يا رمزي جوستومون دي فاكتور سواء انترن وايضا عوامل خارجيه. تنرجعوا كل مره على موضوع من المواضيع للاسره الجايه على خاطر على النقطه الاخيره عفوا ننهي على خاطر راهو الاسره الجايه سواء معناها اكتوبر نوفمبر ديسمبر راهو مثلا البطاطا والفلفل والطماطم زاد راهو باش يكون وقتهم هذاك دونك باش الانتاج باش يكثر وربما هذا باش يكون عنده تداعيات ايجابيه على الاسعار. باش ندخلوا مرحله اخرى ان شاء الله يا رمزي ان شاء الله باش ندخلوا مرحله اخرى. يعطيك الصحه لليوم ان شاء الله نتقابلوا في النهار الاثنين باذن الله في نقطه اخرى خارجيه معاك بحول الله، ونقول لك نهايه اسبوع مريحه يا رمزي اقضي شويه حاجات للدار. راني قلت لك انا ما راني خبرتك انا قلت لك يلا من الادبار نمشي.